لحظة الميلاد، اللحظة التي ترسخ بالذاكرة. وذلك النهار كان موعدا للرحلة الأولى. الفصل الأول من القصة أصبح جاهزا للإقلاع. وعلى الطريق وجوه وأماكن ومسافات. تغيرت الأسماء وبقي جوهر إحساسنا. الأرض تزداد صلابة تحت أقدامنا، والغيوم تتألق بأجنحتنا، محلقين كسفير يحمل راية الأردن في أنحاء المعمورة. 50 عاما مضت وما زالت رؤوسنا عالية ووجوهنا مستبشرة.